أحسن الله إليكم. المرسلة ميم الرشيدي تقول: هل الميت إذا مات وبقي يوما أو يومين وهو في ثلاجة لم يدفن، هل تأتيه الملائكة أم لا؟ وهل يعرف نفسه أنه من المنعمين أو المعذبين؟ وهل يدري عن سعادة أبنائه أو شقاوتهم في الدنيا؟ أما مجيء الملائكة إليه فلا نعلم، الله أعلم بذلك. وأما بقاؤه في الثلاجة يوم أو يومين وأنه ينعم أو يعذب، هذا نعم، الميت إذا مات صار في دار البرزخ، من حين تخرج روحه وهو في دار البرزخ وينعم ويعذب، سواء كان في القبر أو خارج القبر، يأتيه من النعيم إن كان من أهل الخير، ويأتيه من العذاب إن كان من أهل الشر ولو لم يدفن. نعم.